بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الجمعة 15 عشرة عشرين واحد وعشرين ومن مجزر البساتين تم تحميل كمية 14 طن من لحوم الأضاحي وذلك لتوزيعها على المدريات الآتية مدرية أوقاف سوهاج أربعة طن مدرية أوقاف قنا أربعة طن مدرية أوقاف الأقصر اتنين طن مدرية أوقاف أسوان اتنين طن مدريد أوقاف مطروح 2 طن هذا والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته